بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض الايس كريم بطريقة مختلفة. احنا عملناه في فيديو قبل كده مع بعض، بس النهاردة هنعمله بطريقة بسيطة خالص. طبعا هتفرحي ولادك بيه. الطريقة دي جميلة، انا جربتها برضو حبيت اشارككم فيها. طبعا احنا عارفين ان الاطفال بيحبوا الايس كريم، وبالذات الايس كريم اللي بيبقى في عود لازم يجيبوه، مفيش غنى عنه. حتى لو انت عامل ايس كريم بتحط في كوباية، لا عايزين برضو يشتروا العود. النهاردة هنعمله بالثلاث فواكه زي ما انتوا شايفين كده، فراولة ومانجا وجوافة. لو موجود عندك مانجا بس اعملي، جوافة بس اعملي، ممكن تخلطي الموز وتعمليه، تخلطي الاناناس وتعمليه، تعملي التمر الهندي، اي حاجة عندك، اي عصير عندك تعمليه، بس تقليه شوية تخليه تقيل مش خفيف قوي، وتعمليه عشان يبقى نكهته حلو. وبتحطوله طبعا بتضربيه في الخلاط، وبتحطوله السكر المناسب اللي انت عايزاه، زي عايزاه مسكر، عايزاه عادي، عايزاه وسط، ده السكر ده زي ما انت عايزة بتحطيه. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنمسك القوارب بتاعتنا بتاعت الايس كريم دي، افتحها، وده شكلها بعد ما عبيتها. معلش معرفتش اعبيها معاكم، لان والله بصور بايدي التانية، فمعرفتش اعبيها معاكم. ده الشكل بتاعها اهو، اهو بنحط كده بالراحة طبقات بتاعتنا. حطيت الفراولة الاول، وبعدين المانجا، وبعدين الجوافة. لازم يا جماعة العصير يبقى تقيل ومركز وتقيل، عشان خاطر تعرفي تعملي الطبقات دي. لو العصير خفيف مش هتعرفي تعملي التلات طبقات دول فوق بعض، بينزلوا طبعا. فاحنا دلوقتي عملنا شكل اهو تلات الوان مع بعض. ممكن تغيري مثلا الالوان، تغيري ترتيبهم مش مشكلة. ممكن تعمليها مانجا خالص، جوافة خالص، فراولة خالص، اللي انت حباه. دلوقتي انا عملتها اهو، هسكها بالغطا واحطها في الفريزر، احطها واقفة كده. هما بيجوا ماسكين ستة كده في بعض او اربعة في بعض، بس انا ولادي قسموهم من بعض، قسموهم من بعضهم، فبقت كل واحدة لوحدها كده. هتوقفها كده في الفريزر زي ما هي كده، وهنفرصها حوالي من اربع ساعات، هنسيبها في التلاجة اربع ساعات. وبعد اربع ساعات وده شكل الايس كريم بتاعي بعد ما طلحته من الفريزر، بعد ما جمد سبته اربع ساعات. لو جيت تطلعيه قبل اربع ساعات او بعد اربع ساعات وما لقيتهوش مجمد معاك، سيبيه لحد ما يجمد خالص، مفيش مشكلة خالص. شايفين ما شاء الله شكله حلو وجميل ازاي. احنا طبعا عملنا اشكال مختلفة، ده بالفراولة والمانجا، وده بالميكس التلاتة مع بعض، فراولة ومانجا وجوافة. وده نفس النظام برضو، بس ايه، غيرنا الاماكن يعني بتاعت الفاكهة. شايفين ما شاء الله، بالهنا والشفا يا رب اللي هياكلها. لما نيجي نطلعها من الفريزر ما نفكهاش على طول، بنسيبها تلات دقايق كده، عشان لما نيجي نطلعها من العلبة تطلع معانا بسهولة. فهنسيبها تلات دقايق ونشد تقوم طالعة. بنمسك من هنا كده ونلف كده في العلبة بتاعتي كده من فوق، هتبص تلاقيها طالعة معاكي على طول بكل سهولة. ودي واحدة تانية اهي بالفراولة، بالفراولة بس. تقدري انت بقى تعملي العصاير اللي انت عايزاها واللي موجودة عندك وتشكليها بقى. ممكن تحطي شوكولاتة، تجيبي شوكولاتة من اللي هي بتبقى سايلة دي، وتحطيها هنا في القعر من تحت كده في البوز بتاع العلبة، وتحطي بقى اي شكل انت عايزاه، وهتطلع معاكي حلوه ان شاء الله. اهم حاجه بس تقلي العصير، السكر زي ما قلت لك على حسب ما انت عايزه، مسكر او مش مسكر. وبالهنا والشفا يا رب. يا رب تكون الوصفه كانت خفيفه على قلبكم، واتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.